ثمة خرافة منتشرة بين الناس وهي ليس لدي وقت. فهل بالفعل هناك مشكلة في عدد ساعات اليوم وأن المتاح لنا من الوقت لا يكفي لإنجاز المهام الملقاة على عاتقنا؟ أم أن المشكلة تكمن في عدم تنظيمنا للوقت والتعامل معه بشكل احترافي؟ من الأشياء المسلم بها أن كل فرد منا يملك 24 ساعة في اليوم، وإن كنا نشترك جميعا في مقدار ما نملك من الوقت إلا أننا نختلف وبشدة في الكيفية التي ننفق بها هذا الوقت. ليس هناك عاقل يبذر وقته ويضيع ساعاته، لأنه في حقيقة الأمر يقتل حياته، أو كما قال العالم الجليل الحسن البصري: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. ما الحل يا ترى؟ سنعرض في هذا الفيديو بعض الخطوات التي يمكن أن تساعد على إدارة الوقت وتنظيمه إذا التزمنا بها. الخطوة الأولى: مراقبة الوقت وتحليله. ستفيد هذه الخطوة في معرفة أين تضيع أوقاتنا، وذلك من خلال تسطير جدول تحدد فيه الفترة الزمنية من إلى، وتكتب فيه المهمة أو النشاط الذي قمت به، وهكذا إلى أن تنهي ساعات يومك. لا تغفل أي نشاط مهما قل شأنه. ابدأ جدولك باستيقاظك في الصباح وأنهيه بنومك مساء، حتى فترة النوم سجلها في الجدول. الخطوة الثانية: وضع خطة يومية to do list. خذ مذكرة صغيرة واحملها معك دائما، واكتب فيها كل الأعمال المراد إنجازها خلال اليوم، وكلما أنهيت عملا قم بشطبه، وما لم تتمكن من إنجازه انقله إلى خطة اليوم الموالي. يمكن تعويض المذكرة بتطبيق على الهاتف. الخطوة الثالثة: عدم الجمع بين عمل مهم وآخر غير مهم. فهذا من شأنه أن يضيع وقتك، فمثلا لا تقرأ كتابا مهما وأنت تشاهد التلفاز، فذلك سيفقدك التركيز في القراءة وستستغرق وقتا أطول. الخطوة الرابعة: تقسيم وقت الإنجاز إلى فترات عمل تتخللها فترات قصيرة للراحة. يمكن هنا اللجوء لتقنية بومودورو لإدارة الوقت. تعتمد هذه التقنية عادة مددا زمنية متفرقة من 25 دقيقة تسمى بومودوري، تفصل بينها استراحة، مما يتيح تركيزا ذهنيا أكبر وقابلية أكثر للإنتاج، سواء في الدراسة أو العمل أو أنشطة أخرى مشابهة. يمكن تلخيص تقنية بومودورو في 5 مراحل: تحديد المهمة المراد تنفيذها أو تجزئها إلى مهام مرحلية، ضبط مؤقت البومودورو على 25 دقيقة، إنجاز المهمة أو جزء منها في المدة المحددة وهي 25 دقيقة، استراحة لمدة 5 دقائق. بعد 4 بومودوري يتم تخصيص استراحة أخرى، لكن هذه المرة لمدة أطول ما بين 15 و20 دقيقة. مؤقت البومودورو يمكن أن تجدونه كتطبيق على الهاتف. الخطوة الخامسة: الاستثمار في الوقت الميت. ويقصد بالوقت الميت الوقت الذي نقضيه عادة إما في الانتظار عند الطبيب، أو وقت قيادة السيارة عند الذهاب للعمل، أو الوقت الذي نقضيه في المواصلات ذهابا وإيابا. يمكن أن نستثمره بالاستماع لتسجيل صوتي لكتاب نود قراءته، أو مشاهدة فيديو لتعلم مهارة مهمة. الخطوة السادسة: تقنين أوقات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتي أصبحت تعد من أكبر لصوص الوقت. عند تحليلك للوقت في الخطوة الأولى ستدرك أن معظم وقتك يضيع في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي بدون فائدة، لذلك حاول أن تحدد وقتا معينا خلال اليوم لتصفح هذه المواقع ولا تجعلها شغلك الشاغل.